مرحبا بكم متابعي قناة سؤال. نحن الآن في زمان غير هذا الزمان، ومكان بعيد عن هذا المكان، وبالتحديد في عهد الأرض الثاني بعد الطوفان العظيم. لنعرف قصص أقوام غابرين، ذكر الله عز وجل قصصهم في القرآن الكريم، فمنهم من تحدى الله عز وجل بقوته الجسدية وعبدوا الأصنام وكفروا بالله، ومنهم من ظن أنه خالد في الأرض وتحدى الله عز وجل بقوته العقلية، ومنهم من جاء بفواحش وفواسق لم يسبقهم بها أحد من العالمين. فمن هم هؤلاء الأقوام؟ وما قصتهم؟ ولماذا ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز؟ هذا ما ستعرضه عليكم قناة سؤال اليوم إن شاء الله، من قصص الأقوام الغابرين في القرآن الكريم. لكن قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام في قصة اليوم من قناة سؤال، لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. هيا لنبدأ. ولكن قبل أن نبدأ القصص عن الأقوام الغابرين، يجب أولا أن نعرف ما معنى الأقوام الغابرين. إنهم أقوام سكنوا الأرض بعد طوفان نوح العظيم عليه الصلاة والسلام، أو ما يعرف بعهد البشر الثاني لأبي البشرية الثاني نوح عليه السلام. والآن هيا بنا لنعرف قصص هؤلاء الغابرين. والآن لنبدأ مع قوم الأحقاف، قوم نبي الله هود عليه السلام. ما هي الأحقاف؟ الأحقاف هي جبال الرمل التي توجد في اليمن وفي أجزاء من شبه الجزيرة العربية، وقد عرفها الماوردي رحمه الله بأنها ما استطال وعوج من الرمل العظيم ولا يبلغ أن يكون جبلا. وذكرت التفاسير المختلفة أن الأحقاف تقع في جنوب جزيرة العرب ما بين اليمن وعمان على تخوم الربع الخالي الجنوبي، أو ما يسمى بالأحقاف. وإن أصحاب الأحقاف هؤلاء هم قوم عاد، وكانوا من العرب، حيث سكنوا الأحقاف بين حضرموت وعمان، وكانوا يعيشون تحت الخيام ذوات الأعمدة الضخام. وذكر أنهم هم أول من عبد الأصنام بعد طوفان نوح عليه السلام، فأرسل الله عز وجل لهم هودا عليه السلام مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذن كيف بدأت قصة قوم عاد مع نبي الله هود عليه السلام؟ بعد طوفان سيدنا نوح عليه السلام، عاش القوم الصالحون في الأرض واندثرت عبادة الأصنام والأوثان تماما، وغمرها الطوفان ودفنت تحت الطين لسنين لا يعلمها إلا الله، ولكن بقيت أسماؤها محفوظة عند الذين نجوا مع نوح من المؤمنين، فكانوا يذكرونها ويعظون ناشئتهم بما حل بأسلافهم من جراء عبادة تلك الأصنام، فبقيت تلك الأسماء يتحدث بها. ومرت أعوام وأعوام، ومن بعدها أجيال وأجيال، ومات الصالحون من قوم نوح عليه السلام، وجاء من بعدهم قوم طالحون عبدوا الأوثان والأصنام. وكان أول هؤلاء القوم هم قوم عاد، وسوس لهم الشيطان بعبادة الأصنام مرة أخرى، ونسوا الله الواحد الديان، وكانوا يتسمون بقوة البدن ووفرة الصحة وطول العمر، كانوا طوال القامة ضخام الأجساد، فقد بارك الله عز وجل في أجسادهم كما بارك في أرضهم، حتى قالوا من شدة فرط قوتهم، كما صور الله عز وجل لنا في القرآن الكريم، فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة،
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنهم كلما ابتعدوا عن الصواب بعث إليهم رسولا يرشدهم إلى الحق قبل أن يحق عليهم العذاب، فبعث الله عز وجل فيهم أخاهم هودا عليه السلام لدعوتهم إلى عبادة الله الواحد القهار. ثم ذهب سيدنا هود إلى قومه الذين يعبدون الأصنام، دعاهم سيدنا هود بشتى الطرق فقال لهم: يا قومي أجيبوا داعيكم إلى الله واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون؟ إني أدعوكم لعبادة الله خالقكم، ابتعدوا عن عبادة الأصنام ولا تكونوا ظالمين. حاول سيدنا هود مع القوم الكافرين وصد القوم عن الذكر والتوبة نفوسهم المريضة وشيطانهم الرجيم، فكان قوم هود عندما يرون هودا قادما نحوهم يقولون: انظروا يا رجال، إن هودا قادم إلينا ليحدثنا عن سفاهته. فقال كبار القوم: يا قوم إن هذا الرجل يثير غضبا بدعوته هذه. وها قد وصل هود عليه السلام أخيرا إلى مجلسهم ليؤدي الرسالة التي كلف بها، وهي هداية قومه. فقال لهم: يا قوم، أنا منكم وإليكم رسول، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا ترون لله عظمة فيكم وفي خلقكم؟ فقال له القوم: يا هود، قد كنت فينا عزيزا ولك منا الوقار والعزة، والآن ما هذا الإله الذي تدعون إليه؟ ما هذه السفاهة يا هود؟ فهذا الأمر الذي تدعون إليه سفه بالنسبة لنا. ولقد صور الله عز وجل لنا جدال سيدنا هود مع قومه في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. فرد عليهم سيدنا هود عليه السلام: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أتيتكم ناصحا لكم، وإني أدعوكم إلى الحق المبين الذي تشهد به فطرتكم التي خلقتم عليها، وهو دين الحق الذي بعث الله عز وجل به نوحا وأهلك من خالفه من الخلق، وها أنا ذا أدعوكم إليه بأن تتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله وحده لا شريك له. أتشعرون بالغرابة وتتعجبون أن يكون رسول الله إليكم بشرا منكم حتى ينذركم ويرشدكم إلى طريق الخير؟ تذكروا أيها القوم أن الله قد استخلفكم بعد أن أهلك قوم نوح الذين طغوا وأفسدوا وكانت عاقبتهم وخيمة. يا قوم إن الله زادكم في الرزق والقوة، ألا يجعلكم هذا شاكرين له معترفين بفضله خائفين من عذابه؟ وقد صور الله عز وجل لنا نصائح وهدايات هود عليه السلام لقومه في القرآن الكريم، فقال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فقالوا له: يا هود، أجئتنا لنعبد الله وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه؟ فإن كنت صادقا حقا فيما جئت به فأتنا بما تعدنا من العذاب والنكال، فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نصدقك. صور الله عز وجل لنا كفر وجحود قوم عاد في القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا أجئ
جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكان قومه في كل مرة يردون عليه ويقولون: يا هود، ما جئتنا بخارق يشهد لك بصدق ما جئت به، أنك لم تأتي بمعجزة خارقة حتى نؤمن بما تدعون إليه يا هود، وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا برهان نصبته، ونحن لن نترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا، ذرنا وما نعبد يا هود. صور الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ثم إن قوم عاد زادوا في العداء والتسفيه من هود ودعوته، وقالوا: يا قومنا، يا قوم، إن آلهتنا العظيمة غضبت على هود فأصابته بمس في عقله، فهو لا يدري ما يقول. وقد صور الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. لم ييأس ولم يقنط سيدنا هود عليه السلام، وعاد يحاور القوم ويهديهم ويدعوهم، فرد عليهم سيدنا هود عليه السلام: وهل أصابني مس في عقلي أن دعوتكم لعبادة الله وحده لا شريك له؟ ليس الأمر كما تظنون يا قوم، ولا كما تعتقدون، أنا مشفق عليكم، حريص على هدايتكم، لا أبتغي من هذا شيئا، ولا أريد منكم أجرا، بل هي دعوة لله، إن أجري إلا على الذي أرسلني، إنه الله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وكل مرة يعود القوم للجدال، هذه المرة يقولون لهود عليه السلام: نعم نعم يا هود، ما أنت إلا طامع في رئاسة أو منصب. فأجابهم سيدنا هود: أنا لا أدعوكم لهذا طمعا في رئاسة ولا منصب، إنما أطلب الأجر والثواب من الله رب العالمين. يا قوم ارجعوا لرشدكم واعبدوا الله عز وجل الذي أمدكم بأنعام بأموال وبنين وجنات وعيون، إنكم تبنون البنايات الفارهة وتبنون القصور ظانين بأنكم ستعمرون طويلا في هذه الأرض. يا قوم إنكم ستموتون، وسيكون هنالك يوم تحاسبون فيه. يا قوم أنتم من صنعتم هذه الأصنام، أنتم وآباؤكم، وأطلقتم عليها الأسماء، فذلك اسمه هرا، وذلك اسمه صمد، وذاك اسمه صمود. فردوا عليه قائلين كما صور القرآن الكريم لنا، قال الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون.
من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. وهذا وحده برهان قاطع على أن هودا عبد لله عز وجل ورسول له، وأنهم على جهل وضلال في عبادتهم لغير الله عز وجل، لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا ناله منهم مكروه، فدل هذا على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه. صبر سيدنا هود عليه السلام على أذى قومه وكفرهم لسنوات طويلة، ولقد جاهدهم جهادا عظيما وأقام عليهم حجة الله عز وجل، واستمر سيدنا هود عليه السلام في دعوة قومه شهورا وسنين. دعاهم هود كثيرا وألح عليهم إلحاحا، وحاول هود إبعادهم عن شركهم وضلالاتهم وعبادة أوثانهم وأصنامهم، بل زاد القوم على كفرهم كفرا بأن كبيرهم شداد عاد لسيدنا هود قائلا: يا هود يكفيني، يا هود يا هود اعلم، لئن وعظتنا أو لم تعظنا لن نرجع عما نحن عليه يا هود، فوالله يا هود لقد أصابك المس. اعلم يا هود أن هذه الحياة التي نعيش هي الحياة الوحيدة ولن نبعث بعد الموت، أنت تفتري على الله كاذبا يا هود. وأخذوا يقولون مجنون ويسخرون منه ويضحكون: إن هودا هذا مجنون، يقول إن هناك بعد الموت بعثا وحسابا، ها ها ها. لقد استبعد قوم هود المعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها ترابا وعظاما، وقالوا: هيهات هيهات يا هود، أي بعيد بعيد هذا الوعد يا هود، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، أي يموت قوم ويحيا آخرون، وهذا هو اعتقاد الدهرية، وما يهلكنا إلا الدهر، كما يقول بعض الجهلة من الزنادقة: أرحام تدفع وأرض تبلع. سمع هود عليه السلام ضحكاتهم ووصفهم له بالمجنون، وها هم قومه يسفهون من هود ورسالته ككل مرة، كما يفعل جميع الكفار برسلهم. ولكن هودا عليه السلام وهو الحليم الحكيم الصابر صبر على قومه وسفاهتهم وتسفيههم له ولرسالته، لعله أن يؤمن منهم أحد أو يخرج منهم مؤمن يقول لهم: يا قوم أجيبوا داعيكم الذي يدعو إلى الله عز وجل. وفي نهاية الأمر تعالى صوت سيدنا هود عليه السلام بين ضحكات القوم قائلا لهم: يا قوم قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، وإن الله قادر على أن يستخلفكم بقوم غيركم ولن تضروه شيئا، إن عذاب ربي لشديد. وقد صور الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون
واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين قال لهم هود عليه السلام أبلغتكم يا قوم ما أرسلت به إليكم وبعد قولكم وكفركم برسولكم وقولكم لهذا الكلام الذي لا ترجون لله عز وجل فيه وقارا فها أنتم قد استحققتم بهذا الكلام غضبا من الله عز وجل فأنتم تعارضون عبادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام وأوثان أنتم نحتموها وسميتموها آلهة من تلقاء أنفسكم واصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم وما أنزل الله عز وجل بها من سلطان ثم إنكم أبيتم قبول الحق وتماديتم في الباطل الذي أنتم عليه وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم عليه أو لم أنهكم فأنتم به كافرون إذن انتظروا الآن عذاب الله عز وجل الواقع بكم لا محالة وانتظروا بأسه الذي لا يرد ونكاله الذي لا يصد قال الله عز وجل في الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين وقال هود داعيا منتصرا متحصنا بالله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه هود عليه السلام فقال هود لقومه بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين هلاك قوم عاد أهلك الله عز وجل عادا بأن سلط عليهم ريحا صرصرا عاتية وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم في غير آية في القرآن الكريم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وقد ذكر المفسرون وغيرهم عن هلاك قوم عاد أنهم لما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم القطر 3 سنين لم تمطر فيها أبدا فأصاب القوم قحط شديد وأصبحت الأرض الخضراء أرضا قاحلة حتى جهدهم ذلك وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان يطلبون من الله عز وجل الفرج في حرمة ومكان بيته فبعث القوم وفدا قرابة لهم عند البيت الحرام فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم وهو يقول اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه فلما انتهى من السقيا أرسل الله عز وجل لهم 3 سحابات بيضاء وحمراء وسوداء ونادى مناد من السماء زعيمهم أن اختر إحدى هذه السحب لنفسك ولقومك
فقال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. فنادى مناد: خذا رمادا رمدا، لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا يترك ولا ولدا إلا جعلته همدا. فاختار داعيهم هذه السحابة بما فيها من النقمة إلى عاد. ويقال بعد هلاك قوم عاد كانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. وخرجت عليهم سحابة، فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا، وظنوها سقيا رحمة. فقالوا: ها هي سحابة قادمة، لقد أجاب الله دعاءنا، ستروى أرضنا وتشرب أنعامنا. وقد صور الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. سارت السحابة حتى أصبحت فوق رؤوسهم، فسخرها الله عز وجل عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، لم تهدأ خلالها قط، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. فكانت ترفع الواحد منهم في الهواء وتسقطه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس. لذلك شبههم الله عز وجل في كتابه العزيز بأعجاز النخل الخاوية وأخذتهم الساحقة. قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. وأما الذين قد آمنوا مع نبي الله هود عليه السلام فهم نفر قليل، وقد أنجاهم الله عز وجل من العذاب الأليم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وفي النهاية يبقى الملك لله الواحد القهار. والآن لننتقل إلى قوم الحجر، قوم نبي الله صالح عليه السلام. وبعد عاد عاش القوم في سلام فترة من الزمن، لكن يا للأسف تكررت قصة عبادة الأصنام مرة أخرى. مات الصالحون وأراد الأبناء أن يقدسوهم فصنعوا لهم أصناما، وتكررت قصة العذاب ولكن بشكل مختلف. ومن أشهر القبائل العربية في تلك الفترة قبيلة تسمى ثمود، وقد ذكر المؤرخون أن قوم ثمود ينتمون إلى سلالة العرب البائدة. والمقصود بالعرب البائدة أحد هؤلاء القوم أو السلالات التي تم إبادتها في الصحراء لأسباب كثيرة، أهمها العذاب من الله تعالى، مثل قوم عاد وقوم ثمود هؤلاء. وكان هذا العذاب نتيجة العصيان والضلال الذي أصروا عليه. والمكان الذي سكن فيه قوم ثمود أحد المناطق الواقعة في المدينة المنورة ومنطقة تبوك بالجزيرة العربية، وتسمى الحجر، ولذلك تم تسميتهم في القرآن الكريم بأصحاب الحجر. وجاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى في سورة قاف: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ثمود هؤلاء سكنوا في منطقة الحجر والتي تقع شمال غرب المدينة المنورة وتعرف باسم مدائن صالح، والتي ما زالت موجودة إلى الآن لتكون عبرة لمن اعتبر. وعمرت ثمود وادي القرى تماما كما فعلت عاد قبلهم، وقد وهبهم الله عز وجل بسطة في الأجسام وطولا في الأعمار، ولكنهم كانوا شراس الطباع، قساة القلوب، خصوصا بعدما كثرت أموالهم واتسع سلطانهم وملكهم، إذ أصابهم البطر والكبر والغرور، كما أصاب قبلهم قوم عاد فأفسدوا في الأرض وبطشوا بالناس وجحدوا نعمة الله عز وجل التي أنعم بها عليهم. كان قوم ثمود أشداء أقوياء، لهم حضارة عمرانية واضحة المعالم، قد نحتوا في الجبال بيوتا وقصورا للسكنة، كأنهم مخلدون في هذه الحياة الدنيا بلا موت، وكأنهم لن يعتلهم موت أو فناء أو مرض أو غير ذلك، كما أنهم تقدموا في مجال الزراعة، وذلك بأنهم أقاموا مزارع النخيل والنباتات المختلفة، وكان عندهم عيون الماء وجنان الثمار، هذا بالإضافة إلى تطورهم العلمي والصناعي الذي كان يدل على قوتهم العقلية الكبيرة. فالله سبحانه وتعالى قد ذكرهم في القرآن الكريم حيث قال تعالى: وكانوا مستبصرين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أي كانت لديهم القدرة على البصر والنظر والتدبر والتفكر، وتمتعوا كذلك بمستوى رفيع من الفكر والتمدن والحضارة، أنعم الله عز وجل عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى، وكانوا يسكنون في واد كله خير وبركة وزروع وبساتين فيها عيون يجري منها الماء العذب، وفيها نخيل فيه ثمار طيبة، وأعطاهم الله عز وجل قوة عظيمة في أجسادهم، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، وكان الواحد منهم من شدة قوته ينحت الصخرة العظيمة ويبني منها بيتا. قال الله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ومع هذه النعم العظيمة الوفيرة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، إلا أنهم بدلا من أن يقابلوا النعمة بشكر الله تعالى الذي أنعم عليهم بهذه النعم الكثيرة، قابلوا هذه النعمة بالكفر بالله والجحود والعصيان والنكران، فوسوس لهم الشيطان وكفروا بالله تعالى، وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله الواحد الأحد. عبدوا الأصنام وجعلوها شريكة لله تعالى. عبد قوم ثمود الأصنام كعاد، وكان لهم ما يقارب 40 صنما، جعلوا لها بيوتا يدفعون الناس إليها ليقدموا لها القرابين التي كانت تؤمن لهم زيادة أموالهم وتنمية ثرواتهم، وكان أكبر تلك الأصنام هو الصنم ود، يليه هبل واللات وصمد وصمود وغيرها الكثير من الأصنام. وبعد مرور سنوات من عبادة الأصنام ولد في قوم ثمود هؤلاء رجل صالح، نشأ وترعرع بينهم في بيت شريف من أبيات ثمود وكبير من كبرائهم، ولد رجل من أشرافهم نسبا وأكثرهم علما وأحكمهم رأيا، كان يعرف باسم صالح، وتعلم عليه السلام حتى وصل إلى درجة عالية، فنمت شخصيته ووهبه الله تعالى من الذكاء والفطنة والحكمة والشجاعة ما جعله محترما بينهم مسموع الكلمة سديد الرأي. اتبع صالح عليه السلام عبادة الله وحده على شريعة آدم ونوح وهود، لا يعبد صنما ولا يسجد لأوثان، رغم ذلك أحبه قوم ثمود أشد الحب لحكمته وطيبته وعدم التسفيه من شيء، فكان المحترم بينهم مسموع الكلمة سديد الرأي، وهيأه ليكون مرجع لثمود، ففي الملمات يستشيرونه ويطيعونه فيما يشير به عليهم في معظم أمورهم. كبر صالح عليه السلام وأصبح مستشار القوم، يرجعون إليه في خصوماتهم ويستشيرونه في أمور حياتهم، قيل إنهم أوشكوا أن يجعلوه ملكا عليهم،
ولما أراد الله عز وجل أن يقيم عليهم الحجة أرسل فيهم صالحا عليه السلام ليهديهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. اختار منهم صالحا ذلك الرجل المعروف بالحكمة وعدم الكذب والصلاح، ومن أشراف القوم الذين لا يقدرون عليهم بأذى أو مكر، فأرسل إليهم صالحا نبيا مباركا، رجلا كريما تقيا محبوبا منهم، حتى يعظهم ويصلحهم ويدلهم على طريق الحق والهداية. بعد أن فشت فيهم عبادة الأصنام والأوثان كأولئك قوم عاد، فيكون لهم نبيا بعد هود بشيرا ونذيرا. بعد أن كفروا بالله عز وجل وصنعوا أصناما من الحجارة وعبدوها واستكبروا في الأرض وأثاروا فيها الفساد، عود نسب صالح عليه السلام فيهم إلى عبيد بن إساف، ينتسب إلى ثمود بن عاد من ذرية إرم بن سام بن نوح عليه السلام، نبي عربي الأصل، وهو أحد الأنبياء العرب الأربعة، محمد وشعيب وصالح وهود عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. بعث الله تعالى إليهم نبيهم صالحا عليه السلام ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك الأصنام. وكان لهؤلاء القوم ناد يجتمعون فيه يناقشون أمورهم وتجارتهم وغيرها من أمور ثمود، فدعاهم صالح عليه السلام جميعا في يوم ليجتمع في هذا النادي، فاجتمع القوم جميعا وقالوا لبعضهم: لماذا جمعنا صالح جميعا ها هنا؟ هل هناك مشكلة؟ قالوا: لا، الأمور كلها بخير. فقالوا: إذن ربما أراد صالح ملكا فينا؟ فقالوا: نملكه علينا، فهو الحكيم العالم الحصيف، صاحب الرأي السديد الرشيد، الذي نرجع إليه في الملمات والمشاحنات، وهو العزيز فينا. فأتاهم صالح وقال: السلام عليكم يا قومي. فقالوا: أهلا يا صالح، لم دعوتنا اليوم خيرا؟ قال صالح عليه السلام: خير إن شاء الله، جمعتكم يا قوم لأنني أحبكم وأريد الخير لكم، هل لدى أحد منكم شك في حبي وخوفي على ثمود والحرص كل الحرص على مصلحتها وحل مشاكلها؟ قالوا: لا والله يا صالح. فقال لهم: فإن كنت رسولا من ربكم أدعوكم إلى عبادة الله وحده، هل تستجيبون؟ قالوا: الله، أي واحد من آلهتنا العوالي يا صالح؟ قال صالح: لا أقصد تلك الأصنام، فهي لن تضر ولن تنفعكم شيئا، إنما أقصد الله الواحد الأحد الفرد الصمد رب آدم ونوح وهود. قالوا: نوح وهود أيضا؟ قالوا: يا صالح، ظنناك دعوتنا هنا لأمر جلل، تطلب منا ملكا فينا مثلا ملكناك، لكن أن تدعونا أن نترك عبادة الأصنام وتدعونا إلى عبادة إله واحد، فإن هذا أمر غريب يا صالح، لو علمنا أنك تدعونا لهذا لما أتينا. اذهب وارتاح يا صالح، ربما أنت متعب اليوم، فأنت لا تدري ما تقول، لا تدري يا صالح. وكان صالح عليه الصلاة والسلام لا يكل ولا يمل في دعوتهم إلى التوحيد والتخلي عن إنكار نعمة الله تعالى عليهم والالتزام بالشركاء معه. كذلك قال الله تعالى في محكم تنزيله في ذكر دعوة صالح عليه السلام لقومه الكافرين بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هي دعوة الأنبياء جميعا أعظم دعوة، دعوة التوحيد. وقد فوجئ قوم صالح عليه السلام بما قاله لهم، قالوا: هل هذا حقا يا صالح؟ ما الذي يحدث؟ إنه يسفه من الآلهة العوالي التي نعبدها من سنوات ويقول إنها بلا قيمة. عندما أمرهم صالح عليه السلام بترك أصنامهم التي يعكفون عليها أجابوه بمثل ما أجاب قوم عاد هودا عليه السلام قائلين: أنترك ما يعبد آباؤنا؟ ذكرهم أن عادا أنتم ورثتها في الأرض، وأن عادا هؤلاء لما أبوا إلا الكفر والبغي أرسل الله عز وجل عليهم العذاب. يا قوم، اندثرت عاد وأهلكوا بالريح الصرصر العاتية، ولم ينج منهم إلا من أنجاه الله تعالى مع هود، وأورثكم سبحانه الأرض بعدهم. وراح صالح عليه السلام يعظهم
ويذكرهم لما حل بالأقوام التي تعصي الله تعالى مثل قوم عاد ونوح وطغيانهم وتجبرهم، وراح يصف لهم غضب الله الذي حل بهم بعد دعوة نبيهم هود عليه السلام لأنهم رفضوا عبادة الله تعالى وحده، وقبلهم قوم نوح عليه السلام. بعد كل ذلك ظن صالح عليه السلام أن قوم ثمود سيتعظون بمن سبقهم ويعتبرون بهم ويرتدعون عن غيهم وبطشهم وكبرهم. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يا قوم، إن الله هو الرزاق الذي يستحق العبادة وحده وليس ما سواه. رأى صالح عليه السلام أن القوم مصرون على الكفر، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتذكروا عاقبة ما حدث لقوم عاد من غضب الله عز وجل وإهلاكهم وجعلكم بعدهم خلفاء في الأرض. تذكروا آلاء الله تعالى عليكم ونعمه التي أنعم بها عليكم وقد أنزلكم هذه الأرض وجعلكم تعمروها وتسكنون فيها وتبنون القصور والكهوف وما أعطاكم من الزروع والثمار. يا قوم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، واستغفروا الله عز وجل وتوبوا إليه فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم. ولكن قال قوم صالح لصالح عليه السلام بصلف وكبر وغرور: يا صالح، إنما هلك قوم عاد لأنهم لم يكونوا يحسنون بناء البيوت كما نفعل نحن يا صالح، فقد كانوا يجعلونها على الرمال ونحن نبني بيوتنا في الجبال وننحتها نحتا في الصخور، ونحن الأشد قوة من قوم عاد هؤلاء. ثم إن عادا يا صالح كانوا لا يحسنون عبادة أصنامهم والاهتمام بها، وها نحن نعبد أصنامنا كما يجب ونبني لها البيوت ونعين لها الخدم والحراس، كما أننا نحن أعز من عاد قوة وبأسة، ولذلك لا يمكن أن تهلكنا الريح مهما كانت صرصرا عاتية كما حدث مع عاد يا صالح. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. راح صالح عليه السلام يعظهم وينهاهم ويجادلهم ويعدهم ويتوعدهم للرجوع عن ضلالتهم وكفرهم، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الخالق المنعم، فقالوا: افهم يا صالح، نحن لن نؤمن معك، افهم. ولهذا وعظهم صالح عليه السلام بقوله: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، أي طلعها متراكم كثير حسن بهي ناضج، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أي أقلعوا عما أنتم فيه وأقبلوا على عبادته سبحانه فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم. قال الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه
إن ربي قريب مجيب. أي هو الذي خلقكم فأنشاكم من الأرض وجعلكم عمارها، أي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار، فهو الخالق الرزاق، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا سواه. وأخذ صالح عليه السلام يسرد لهم الأدلة والبراهين على وحدانية الخالق سبحانه، ويسوق الحجج على أنه نبي مرسل إليهم من ربهم جل وعلا، وأنه لا يطلب منهم أجرا على ما يقوم به من الدعوة والتعليم وتبليغ الرسالة لهم. فأما قوم ثمود فقد استحبوا العمى على الهدى، قال الله تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. استمر القوم على عبادة الأوثان رغم ما كانوا يعرفونه من أن صالحا عليه السلام صادق في دعوته، وأنه كان ذا مكانة مرموقة فيهم نظرا لاستقامته قبل أن يصبح نبيا إليهم. ورغم إصرار صالح عليه السلام وجهده في تبليغهم رسالة ربه عز وجل، رغم كل ذلك فإن ثمود استكبروا واتهموه بالكذب، وافتروا ورفضوا اتباع صالح عليه السلام وتصديقه، ولم يؤمن به إلا القليل منهم. ولقد دعاهم نبي الله صالح عليه السلام بكل أسلوب، ونهاهم عن الشرك وما هم عليه من الضلال، فلما أظهر صالح عليه السلام في دعوته لهم إلى الله عز وجل وترك عبادة الأصنام، زعموا أن رجاءهم انقطع فيه، فساروا وراء التقاليد البالية للآباء والأجداد دون التفكر فيها وإعمال العقل، وما يمكن أن تؤدي بهم إلى طريق الضلال. لذا قالوا له: يا صالح، لقد كنت فينا مرجوا قبل ذلك. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وهنا بدأ القوم في تغيير طريقة كلامهم مع صالح والترقيق معه، لعله يطمع في منصب منهم ويرجع عن الدعوة، وكان من الجلي أنهم في ريب من دعوته. قال قوم ثمود لصالح عليه السلام: ما هذا يا صالح؟ ما الذي حدث لعقلك؟ قد كنت فينا مرجوا، فأنت أنت كنت أكثرنا عقلا وحكمة وذا رجاحة في العقل قبل هذا الذي تدعونا إليه. أتأمرنا أن نترك دين آبائنا وأجدادنا ونعبد الله وحده؟ إن دعوتك مريبة ومشكوك في صحتها يا صالح، عد إلى رشدك يا صالح، ودع هذا الذي تدعونا إليه من إلهك الواحد، وارجع إلينا يا صالح. لقد أخذ قوم صالح دعوته لهم من باب شخصي، وقالوا له إنه كان مرجوا فيهم لعلمه وعقله وصدقه وحكمته، ثم رأوا أنه قد خاب رجاؤهم فيه، لأنه ينهاهم عن عبادة ما كان يعبده آباؤهم وأجدادهم، واستنكروا أن صالحا عليه السلام كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قائلين: فنحن يا صالح قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل هذه المقالة، وتطلب الملك والسيادة فينا، وليس دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد. أنت حقا يا صالح العقل الراجح الحكيم الذي كنا نرجع إليه في الخصومات ونستشيرك في أمور الحياة، وكنا سنجعلك ملكا علينا قبل هذه الدعوة، قبل أن تأمرنا بعبادة الله، وقبل أن تنهانا عما نحن فيه من الإفساد في الأرض والتجبر. أما وقد أمرتنا اليوم بترك عبادة الأصنام ودعوتنا إلى عبادة إله واحد، فإننا أصبحنا نشك في مكانتك التي كانت لك عندنا يا صالح. نرجو يا صالح أن تكون سيدا فينا وأن تعود إلى ديننا، ارجع إلى دين عشيرتنا، كن صالحا يا صالح، وعد واستغفر لنفسك من آلهتنا العوالي، فأنت واحد من خيرة قوم ثمود، إنها خسارة لعقلك ومكانتك فينا يا صالح. استنكر القوم دعوة صالح عليه السلام أشد الاستنكار، واحتقروها أشد ما استحقار. فعاد يقول لهم صالح عليه الصلاة والسلام كما جاء في القرآن الكريم:
قال الله تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فقال لهم صالح عليه السلام: أرأيتم إن كنت على بينة، قول فيه منتهى العقلانية، يا قوم ها أنتم تشهدون لي بالعقل والحكمة والموعظة الحسنة قبل قولي هذا، ألم تكونوا أنتم ترجعون إلي في خصوماتكم وفي مشورات أموركم وفي أمور حياتكم؟ ما الذي تغير الآن؟ ألأني أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له؟ يا قوم إني أخاف عليكم عذابا كعذاب قوم نوح وعذاب قوم هود، ويا قوم ماذا لو كان ما أدعوكم إليه هو الأمر الصحيح؟ ماذا لو أن الذي أرسلني الله عز وجل إليكم به برحمة منه؟ ما عذركم إذن عند الله عز وجل؟ ومن يخلصكم من بين يديه؟ أما أنا فلا يمكنني أبدا أن أترك عبادة ربي وحده أو طاعته وأن أطلب ملككم أو ودعكم، فإن فعلت ذلك فإنني أكون من الخاسرين، وعندها من يجيرني من الله عز وجل وينصرني منه؟ أنتم تصرون على منهجكم الخاطئ الذي ورثتموه عن الآباء والأجداد، لكن ماذا لو تبين لكم أنني على الحق وأنا الآن أتنعم في رحمة الله عز وجل لاتباع ما أمر من عبادته وحده لا شريك له؟ فمن ينصرني من الله لو سلكت مسلككم من الإشراك والكفر؟ ماذا لو نزل علي غضب من الله تعالى؟ ألا ترون خطأ منهجكم؟ إن جاريتكم فلا تزيدونني غير أن أبوء بالخسران المبين، أي فما تزيدونني غير التخسير. لم يقل خسارة، لأن من الناس من تزيدك طاعته خسارة إلى خسارة، فأنت في خسران إن سمعت أو قبلت أو فعلت. يقول: إن كنت على برهان وبيان واضح من الله قد علمته وأيقنته وآتاني منه النبوة والحكمة، فمن الذي يدفع عني عقاب الله إذا عاقبني إن أنا عصيته وتركت ما أنا عليه وما دعاني إليه؟ فمن الذي يخلصني من الله بعذركم الذي تعتذرون به من أنكم تعبدون ما كان يعبد آباؤكم وأجدادكم؟ لكم يخسركم حظوظكم من رحمة الله، كما ما تزدادون أنتم إلا خسارة. قال الله سبحانه وتعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. وكان هذا تلطفا منه لهم في العبارة، ولينا للجانب، وحسن تأت في الدعوة لهم إلى الخير. يا قوم إنما أنا لا يمكنني أن أترك الدعوة إلى الله عز وجل، هذا لأنه واجب علي، ولو تركته لما قدر أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني من الله ولا ينصرني، فأنا ما أزال أدعوكم إلى الله وحده لا شريك له، حتى يحكم الله عز وجل بيني وبينكم. يا قوم استغفروا الله عز وجل ثم توبوا إليه، أي أقلعوا عما أنتم عليه من الإشراك والضلال والكفر، واتركوا عبادة الأصنام وأقبلوا على عبادة الله وحده لا شريك له، فإنه غفور يقبل منكم ويتجاوز عنكم. لقد استبعدوا القوم والمعاد والبعث والحساب، وأنكروا قيام الأجساد بعد صيرورتها تراب وبعد أن تصير عظام. قالوا: هيهات هيهات. قالوا: يا صالح تالله إنما أنت من المسحرين. وها هو تكذيب جديد لنبي الله صالح، وهذه المرة يقولون: أما إنك ساحر أو مسحور. قال الله تبارك وتعالى: قالوا إنما أنت من المسحرين، أي من المسحورين، يعنون مسحورا لا تدري ما تقول يا صالح في دعائك. قال القوم: يا قوم إنما صالح مسحور لا يدري ما يقول. يا صالح أنت لا تدري ما دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده. يا صالح ربما أنت مسحور،
فقد أصابك أحدهم بالسحر، أين صالح القديم؟ يا صالح، لا ندري ما الذي ستستفيده من هذا الكلام، ما هو الأجر الذي ستحصل عليه مقابل القيام بدعوتك هذه؟ فقال لهم نبي الله صالح عليه السلام: كما بين الله عز وجل لنا في كتابه الكريم، قال الله تبارك وتعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قال صالح عليه السلام: أما عن الأجر فأجري على رب العالمين، وما أصابني سحر أو جنون، إنما أنا رسول من رب العالمين سبحانه. فاتقوا الله عز وجل يا قوم واتبعوني وأطيعون، أهدكم إلى سبيل الله وإلى الله وإلى الطريق المستقيم. قال القوم: إذن فأنت يا صالح ممن له سحر، أنت ساحر، فأنت إنما أنت بشر له سحر. وأيضا بعيدا عن السحر والجنون يا صالح، هل نسيت أنك بشر مثلنا؟ لماذا لم يرسل الله ملكا من السماء إذا أراد بنا رسولا؟ نعم نعم، ما أنت إلا بشر مثلنا يا صالح، تذكر هذا. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. فكذبوه واستكبروا عليه، وقال كبراء القوم وكفارهم: يا صالح، كيف نتبع بشرا لا ملكا منا ولا علينا ولا حتى على غيرنا؟ فلست ممن هو أكبر عند الناس منا، ومع ذلك فأنت شخص واحد يتبعه الفقراء والمساكين والضعفاء من القوم، ما لكم حكم علينا يا صالح؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم سفلتنا من الناس، بادي الرأي، من لا رأي لهم فينا، فلم يتبعك أحد من الكبراء والأشراف فيما نرى يا صالح ويظهر لنا. يا صالح، إنا إن اتبعناك وأنت بهذه الحال إنا لضالون أشقياء. وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم، فإنهم نفوا أن يتبعوا رسولا من البشر، وأنفوا من ذلك، ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصنم والصور. وقالوا لنبيهم صالح عليه الصلاة والسلام: ولماذا وكيف يا صالح يخصك الله من بيننا وينزل عليك الذكر؟ فأي مزية فيك خصك الله بها من بيننا جميعا؟ وهذا اعتراض من المكذبين على الله عز وجل وعلى حكمته واختياره، لم يزالوا يدلون به ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسل. قال الله تبارك وتعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. يقول الله عز وجل مخبرا عن قول مكذب رسوله صالح عليه السلام من قومه ثمود: ألقي عليه الذكر من بيننا؟ يعنون بذلك أنزل الوحي وخص بالنبوة من بيننا وهو واحد منا، إنكارا منهم أن يكون الله عز وجل أرسل رسولا من بني آدم. وقوله بل هو كذاب أشر، يقول قالوا ما ذلك كذلك، بل هو كذاب أشر، يعنون بالأشر المرح ذا التجبر والكبرياء والمرح من النشاط. وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا صالح، لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد مثلك، أنت الذي تزدري ديننا ودين آبائنا، نحن نتعجب من إلقاء الوحي عليك خاصة من دوننا، يا صالح أنت كذاب أشر متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالى رادا عليهم: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. وفي النهاية لم يؤمن مع صالح عليه السلام،
غير الذين عرفوا أنه بالفعل رسول نبي من عند الله عز وجل يتمتع بكل صفات النبوة، فهم يعرفون أنه لا يكذب، وقد خبروه وهو يعيش بين ظهورهم، ولكن الغالبة منهم لم يؤمنوا، بل غيروا رأيهم في صالح عليه الصلاة والسلام، ومقتوه بعد أن كانوا يحبوه، واحتقروه وكذبوه بعدما كانوا يصدقونه ويحترمونه. وهكذا انقسم الثموديون فريقين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فريق يدعو إلى اتباع صالح عليه السلام وعبادة الله الخالق الواحد الأحد، وفريق دعا إلى محاربة صالح ومن معه وإلى قتلهم، وأخذ يدبر لهم المكائد ويحاول تعجيز صالح عليه السلام والسخرية منه والاستهزاء به وتعزيره هو ومن آمن معه. فتابع المفسدون المجرمون المستكبرون من ثمود وحاولاتهم لصد الناس عن الإيمان بدعوة صالح عليه السلام، فحاولوا تطويقه إعلاميا ومحاصرته اجتماعيا، فلجأوا إلى السخرية والاستهزاء به وبمن آمن به وبرسالته، وقد استضعفوهم. ثم جاءوا للفقراء المساكين وقالوا لهم: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. أتتبعون صالحا وبدون حتى السؤال عن دليل على أنه نبي الله؟ يريدون أن يشككوهم في دعوته. إنها محاولة لفتنة الأتباع والسخرية من صالح عليه السلام. كانوا يذهبون إلى الواحد منهم ويقولون له: يا رجل، هل تعلم حقا أن صالحا مرسل من ربه؟ فهو بشر مثلنا، لا يملك دليلا واحدا على أنه مرسل من الله، ربما هو مجنون أو ساحر مخدوع. فردوا عليهم بكل ثقة وقوة إيمان، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. أي أيما كان ما أرسل به نبي الله صالح عليه السلام فنحن نؤمن به، إنه ليس بمجنون ولا ساحر مخدوع، ولا هو يطلب منا أجرا، ولا يفضل غنينا على فقيرنا، ولا كبيرنا على صغيرنا، ربما أنتم المجانين. فقال الذين استكبروا وكفروا: إنا إذن بالذي أرسل به صالح وبالذي آمنتم به أنتم، نحن يا مساكين به كافرون. هكذا قالوا. قال الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. اشتدت سخرية القوم من نبي الله صالح عليه السلام والذين آمنوا معه، ولم يجد القوم طريقة لزحزحة المؤمن معه من الإيمان معه. وكان في قوم ثمود في المدينة 9 رهط، والرهط هو عدد من الناس من 3 إلى 9 أشخاص. وهؤلاء الرهط 9 كانوا من أعتى القوم وأفسقهم وأجرمهم، وكانوا رؤساء في قومهم. قال الله تبارك وتعالى عنهم: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. واجتمع هؤلاء الرهط يوما في ناديهم، وقال بعضهم لبعض: ما هذه المصيبة؟ صالح يدعو إلى دين جديد آمن به بعض الضعاف، وعددهم يزيد ببطء، صحيح وليسوا من أشرافنا أيضا، ولكنهم يزدادون مع الوقت، فهم يعلمون عن صالح قبل الدعوة، فهو الصالح الحكيم شريف النسب، وبدعوة صالح هذه ستخسر تجارتنا، وقد فعلنا كل شيء، طمعناه في الملك فلم يطمع، قلنا مجنون لم يسمع، قلنا ساحر لم يجدي. وفي الحقيقة نحن نعلم أن صالحا لا ساحر ولا مجنون ولا طامع في منصب أو رئاسة، وهو الحكيم العالم الحصيف صاحب الرأي والعقل الرشيد، ولا نستطيع قتله، فيطلب أولياؤه بدمه. مصيبتنا في صالح كبيرة كبيرة، وحتى إنا وسوسنا في من آمن معه،
فلم يرجعوا كما فعلنا. ففكروا ودبروا حتى قال واحد منهم: نطلب من صالح أمرا خارقا يعجز عن الإتيان به، آية لنكذبه بها أمام الملأ حتى يبهت ولا يقدر على الهروب من الطلب أو تحقيقه. اتفق القوم على هذا الرأي. فجاءهم صالح عليه السلام كالعادة في ناديهم، فدعاهم إلى الله تعالى وذكرهم وحذرهم ووعظهم، فقالوا له: يا صالح، أنت تعلم أنك واحد منا، وما نراك إلا أنك بشر مثلنا، تأكل مما نأكل وتشرب مما نشرب، فعليك أن تعذرنا في عدم تصديقك لدعوتك تلك. يا صالح، ألديك آية على نبوتك؟ هل لك أن تأتينا بآية خارقة بشيء يدل على صدقك وأنك الرسول من الله؟ هذا إن كنت من الصادقين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. أي آية واضحة يبصرها قوم صالح وهي امتحان لهم. قال لهم سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام: يا قوم، لا تمتحنوا الله، فإن هذا خطأ كبير، فإن جاءتكم الآية ولم تؤمنوا بها وكذبتم نبيه فسيهلككم الله بعذاب مضاعف. يا قوم ارجعوا. قالوا له: يا صالح، لن نؤمن بك دون دليل على أنك مرسل من الله، هاتي بدليل خارق يجعلنا نؤمن لك يا صالح. فقال لهم صالح: إن كنتم تشكون في صدقي فسآتيكم بآية بينة من عند الله عز وجل، ولكن من يطلب من نبيه معجزة فعليه أن يؤمن، فما بعد هذا البرهان من برهان، وإلا تعرضتم لغضب الله عز وجل. قالوا: نؤمن يا صالح، نؤمن. قال لهم: سأدعو الله عز وجل. قالوا له: توقف توقف يا صالح، حتى نؤمن نحن نشترط الآية. فقال لهم: وماذا تطلبون حتى تؤمنوا؟ هيا قولوا وأنا ها هنا منصت لكم. قالوا: أولا يجب أن تأتينا بخارق لا شك فيه ولا ريب، أي لا يمكن إلا أن نؤمن من بعده. قال عليه السلام: اطلبوا. وعندها سألهم صالح عن المعجزة التي يريدونها، فأرادوا تعجيزه وجعلوا يشترطون في طلبهم ضاحكين مستهزئين ساخرين. فقالوا له: يا صالح، أنت تعلم أننا نحن نحات الصخور وأسياد الجبال، ونعلم ما داخل الصخر وما خارجها. قال: أعلم. يا صالح، هل ترى هذه الصخرة؟ نريدها أن تتمخض كما تتمخض الحامل، إن كنت صادقا حقا وربك حق يا صالح، وأنت نبي مرسل من الله، فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. فأشاروا إلى صخرة كبيرة قريبة من المكان، وطلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم من هذه الصخرة ناقة، وأخذوا يضعون شروطا تعجيزية في مواصفات الناقة، فيستحيل في نظرهم أن تخرج من الصخور حيوانات، ويضحكون ها 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 ها. ثم إنهم أشاروا إلى صخرة كبيرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة. كانت صخرة يعظمونها مقدسة عندهم، كانوا يذبحون عندها وكانوا يعظمونها. فطلبوا من صالح عليه السلام وقالوا: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء حاملا في شهرها العاشر طويلة تمخضوا، أي على وشك الولادة، عظيمة وجميلة طويلة حمراء وبراء لا تشبه النوق، ولها ضرع أكبر من القلال يشخب منه اللبن غزيرا صافيا، ويخرج منها ابن لها مثلها ويصوت أمامنا كما تصوت، إن أنت أتيت بتلك الناقة صدقناك وآمنا بأنك رسول الله. وراحوا يحددون ويدققون ويشترطون في الأوصاف، ظنا منهم أن صالحا عليه السلام سيعجز عن الإتيان بهذه الناقة التي يصفون، وبذلك يظهرونه أمام القوم بأنه كاذب فيتفرق الناس عنه وتبطل رسالته في نظرهم. وزادوا الوصف وصفا: أن تكون ضخمة، فإذا شربت هذه الناقة لم تترك ماء لغيرها. أدرك صالح عليه السلام بوحي من الله عز وجل سوء نواياهم. عندها وقف صالح عليه السلام وقال لهم:
وهل ستؤمنون إن جئتكم بالناقة؟ قالوا: نؤمن إذا كان لبنها ألذ من الخمر وأحلى من العسل. فقال لهم: سيخرجها ربي، أفتؤمنون؟ قالوا: نعم يا صالح، لكن نزيد. فأخذوا في كل مرة يزيدون صفة أصعب في نظرهم من الصفة التي ذكروها، وهم يخافون أن تخرج الناقة، فيظهر صدق صالح عليه السلام ويبين لهم كذبهم هم وفسادهم هم تماما، كما فعل اليهود عندما سألهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة وصفها لهم فتغاضوا عنها، فراح عليه السلام يحدد لهم في الصفات، وفي كل مرة يأتي بصفة أصعب من الأولى حتى ذبحوها وما كادوا يفعلون. ظن الثموديون أن صالحا عليه السلام لا يمكن أن يأتي بالناقة التي وصفوها على صعوبة الشروط التي اشترطوها، لأنه ليس بمقدور مخلوق أن يأتي بمثلها. ومن الصخرة التي أشاروا عليها لما فرغ قوم صالح من شروطهم في العلامات التي أرادوها حتى يؤمنوا، فقال صالح عليه السلام: أرأيتم يا قوم إن فعلت ذلك وكانت الناقة لكم آية، أتؤمنون بالله الواحد الأحد؟ قالوا: نعم بالطبع نؤمن يا صالح، هيا هاتها. كان القوم على قناعة تامة بأن صالحا لن يتمكن من فعل الأمر، فأخذ عليهم العهود والمواثيق لئن أجابهم الله عز وجل إلى سؤالهم وطلبهم وأجابهم إلى شروطهم ليؤمنن به ولا يتبعنه. فقال لهم صالح: لكن لي شرط. قالوا: وما شرطك يا صالح؟ فقال عليه السلام: شرط ألا يركبها أحد منكم، وألا ترموها بالحجارة ولا بالسهام، ولا تمنعوها من الشرب من بئركم هي وفصيلها. فقالوا: لك ذلك. وأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك أيضا، فما كان من صالح عليه السلام بعد ذلك أن يرجع إلى ربه عز وجل يسأله، فانتحى ناحية فصلى ودعا ربه عز وجل وهو الصادق المخلص في دعائه، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن سأعطيهم ما سألوا. قال الله تبارك وتعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. رجع صالح عليه السلام إلى القوم وتحداهم، وأمرهم أن تكون الآية أمام العالمين على الملأ أجمعين. قال لهم صالح عليه السلام: يا قوم اجمعوا الناس جميعا. فاجتمع القوم. قال لهم صالح: اخرجوا. فخرجوا إلى الصخرة، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء كما وصفوا، فإذا هي تمخض كما تمخض الحامل، وما هي إلا لحظات حتى كان أمر الله عز وجل مفعولا. فاضطربت الصخرة واهتزت، فإذا هي تنشق عن ناقة عظيمة فيها كل الصفات التي وصفوا، ثم يخرج منها فصيل كأنه هي. ونظر الثموديون إلى الناقة العظيمة فبهتوا، وأخذتهم الدهشة. انبهر قوم ثمود بما رأوا، فبأي قدرة استطاع صالح أن يأتي بهذه الناقة التي تتحرك من الصخرة الجامدة التي لا حياة فيها؟ هذا ليس سحرا ولا كذبا، ولا شك أن هناك قوة قادرة هي التي خلقت من الصخرة الميتة ناقة حية حقيقية، وهذه القوة قادرة بلا شك على الإفناء كقدرتها على الإحياء. إذن هذه هي آية الله واضحة أمامنا، هي التي يبصرها القوم جميعا. قال لهم صالح عليه الصلاة والسلام: هذا ما طلبتم، هذه الناقة امتحان لكم، أوفوا بالعهد. فبعد المعجزة لم يعد لديكم شك إلى الإيمان، فبعد هذا البرهان لا برهان آخر. وكان في هذه الناقة معجزات كثيرة جدا لمن يفهم. فالناقة ولدت من غير الطريق المعروف للولادة، وكانت الناقة معجزة تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم، فلا تقترب بقية الحيوانات من المياه في هذا اليوم. وكانت معجزة لأنها كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا في هذا اليوم الذي تشرب فيه الماء، فلا يبقى شيء للناس. كانت هذه الناقة معجزة في كل شيء. فلما ظهرت الناقة آمن كثيرون من قوم ثمود، وأراد زعماء القوم أن يؤمنوا بالنبي صالح عليه السلام ويعبدوا الله وحده،
ولكن زعيمهم الكبير لم يرض أن يؤمنوا وأن يتركوا عبادة الأصنام، لأن أصحابه كانوا يصنعون التماثيل ويبيعونها ويجعلونها تجارة لهم يكسبون منها المال، ولذلك لم يقبلوا بأن يسلموا، فهم بذلك سيخسرون تجارتهم الكبيرة. ولكن قسما لا بأس به منهم آمنوا بالله تعالى وبدعوة نبيه صالح عليه السلام بعدما رأوا الناقة وقد خرجت من الصخرة. وكان في أشراف القوم رجل يعرف باسم شهاب بن خليفة بن محلة ابن لبيد بن حراس، وكان من أشراف ثمود وأفاضلها، فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم. فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوس بن عنمة ابن الدميل رحمه الله، فأنشد قائلا: وكانت عصبة من آل عمري إلى دين النبي دعوى شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب فلو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذئابا. وأخذ صالح عليه السلام يشرح لهم شروط التعامل مع الناقة المعجزة التي طلبوهم مجيئها، وشروط الشرب من لبنها والإيمان بالله من خلال رؤيتهم هذه المعجزة، إذ إنها أيضا امتحان لك في الإيمان بالله بالدليل الواضح والتعامل معها بحرص. فقال صالح عليه السلام: هذا الذي طلبتم، وقد بيّن الله عز وجل لنا ذلك في كتابه الكريم، فقال تعالى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فقال لهم: هذه ناقة الله. الناقة في اللغة هي أنثى الجمل، وقد أضيفت إلى لفظ الجلالة تشريف للشيء وأهميته. هذه الإضافة تدل على أن هذه الناقة لها خصائص معينة تختلف عن غيرها. ومع الالتفات إلى ما عبر عنها في الآية المتقدمة بأنها آية وعلامة إلهية ودليل على الحقانية، يتضح أنها لم تكن ناقة عادية، بل كانت خارقة للعادة من جهة أو من جهات متعددة. أصدر الله عز وجل أمره إلى صالح عليه السلام أن يأمر قومه بعدم المساس بالناقة أو إيذائها أو قتلها، أمرهم أن يتركوها تأكل في أرض الله، فلا يجعلها أحد في بيت أو يربطها بحبل أو يمنعها من ماء، وأن ترعى الناقة في الأرض هي مسالمة لا تؤذي أحدا، ولا تطلب منكم أن تطعموها أو تسقوها، وألا تمسوها بسوء. وحذرهم صالح عليه السلام أنهم إذا مدوا أيديهم بالأذى إلى الناقة فسوف يأخذهم عذاب قريب. قال تعالى محدثا عن هذه الناقة: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فقال لهم صالح عليه الصلاة والسلام: وإنها ستشرب يوما ونوقكم وجمالكم يشربون في اليوم التالي. وكانت الناقة إذا شربت في ذلك اليوم فإنها تشرب كل الماء ولا تترك منه شيئا، ولكنها كانت كذلك تعطيهم لبنا كثيرا أكثر من قدر الماء الذي قد شربته. وتصوم الناقة يوما وتخلي بينهم وبين مياههم، وكانت تلك الناقة تعيش بينهم وترد بئر الماء يوما بعد يوم، فتشرب ماء البئر في يومها ويؤجل القوم حاجتهم إلى اليوم التالي. وكانت تسرح في بعض الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا، فكانت بذلك اختبارا لهؤلاء القوم الذين طلبوا معجزة، فكان هذا تقسيما عادلا بينها وبينهم لا ينبغي التعدي، كما تدل هذه الكمية التي تشربها من الماء على عظمها، فهي على هذا آية مبهرة. وأما عن طعامها
فقد أخبر الله تعالى بقوله: فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. من هذه الآية يبدو أن طعامها كان متوفرا في البراري الفسيحة، بحيث تسرح الناقة بعيدا في أرض الله عز وجل، فلم يكن لها يوم ترعى فيه ولهم يوم يرعون فيه. فالمشاركة في الماء فقط، وفي سورة هود عليه السلام: فيأخذكم عذاب قريب، وفي سورة الشعراء: فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ويبدو أن الناقة هادئة لا تؤذي أحدا، فالتحذير لهم أن يدعوها ولا يمسوها بسوء، فلم تكن مخيفة رغم حجمها الخارق، إذا ما قيست بما نشهده من طباع الإبل عندما تهيج وتغضب إذا تعرضت لإيذاء الإنسان. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. طبعا شرب هنا بمعنى نصيب من الماء أو النوبة، أو النوبة كما نقول، يعني للناقة يوم تشرب فيه ولا يزاحمونها فيه بأنعامهم ولا بأنفسهم. ولهذا كانت الناقة إذا كان يومها شربت الماء فلا يبقى صغير ولا كبير إلا شرب من لبنها يومهم ذلك، يعني حينما تكون الناقة تشرب اليوم فتعطي لهم لبنا، يعني حليبا يشرب منه كل الناس من قوم ثمود. فإذا كان الليل وأصبحوا غدوا إلى مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة، وهنا كانت الفاجعة. إذ إنه عوضا عن تعجيز صالح بهذه الآية، آمن الكثيرون من قوم صالح، وأصبح تدبيرهم تدميرهم وكيدهم في نفسهم، وأصبحت هذه الآية التي أرسلها الله عز وجل إليهم لتعيش بينهم كعلامة لوجوده سبحانه وتعالى، وإنها لتذكر القوم دائما بنبوة صالح عليه السلام فيهم. فبعد معجزة الناقة انقسم الثموديون ثلاثة فرقاء: فريق آمن وأيقن أن صالحا عليه السلام نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، وفريق أحب الإيمان، أو قل أراد أن يؤمن لما رأى ذلك، ولكنهم خافوا على أنفسهم بطش المفسدين المجرمين المستكبرين، فآمنوا سرا وكتموا إيمانهم. أما الفريق الثالث فأصروا على كفرهم وعنادهم ولم يستطيعوا إدراك كنه المعجزة، وهؤلاء راحوا يتحينون الفرص ليضربوا ضربتهم بعد أن أسقط في أيديهم وأخرستهم الحقيقة والمعجزة وشلتهم قدرة الله الخارقة. في البداية إذ الناقة مباركة تعاظمت دهشة ثمود حين خرجت الناقة من صخور الجبل، كان ذلك واضحا وأنها ليست مجرد ناقة عادية، وإنما هي آية من الله عز وجل. عاشت الناقة بين قوم صالح عندما آمن منهم من آمن وبقي أغلبهم على العناد والكفر. عاد صالح عليه الصلاة والسلام يحدث قومه برفق وحب وود، وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينبههم إلى أن الله تعالى قد أخرج لهم معجزة هي الناقة، دليلا على صدقه وبينة على دعوته ونبوته ورسالته. وهو يرجو منهم أن يتركوا الناقة تأكل في أرض الله، وكل الأرض أرض الله، وهو يحذرهم أن يمسوها بسوء خشية وقوع عذاب الله عز وجل عليهم. فمكثوا بذلك ما شاء الله عز وجل، وانقضت أيام وأيام، وثمود تشرب من الناقة لبنها الصافي، فيما تشرب الناقة يوما من البئر التي كانوا يستقون منها. فتأتي الناقة على كل ما فيها من ماء، لكنها لم تكن لتقرب البئر في اليوم التالي، إذ تترك الماء لهم ليشربوا ويغتسلوا ويغسلوا آنية ثيابهم. ولما كان فريق الذين لم يؤمنوا وسكتوا على مضض، فقد ظلوا يتحينون الفرص للتخلص من صالح ومعجزته ودينه ودعوته. وهؤلاء أخذوا يظهرون امتعاضهم وسخطهم، ولم يكن أمامهم إلا الناقة، فراحوا يحتجون بحجج واهية وهم يكيدون ويمكرون. فمرة يقولون إن الناقة تشرب البئر كلها ولا تترك لنا ماء، ومرة يقولون إنها ضخمة تنفر أغنامهم وأبقارهم، وثالثة يقولون إنها ترعى الوادي فلا تترك لمواشيهم ما ترتع فيه، ولذلك ضعفت ماشيتهم وضمرت،
كل ذلك في محاولة من هؤلاء الكفرة للتخلص من الناقة. ففي التخلص منها كما يظنون تخلص من المعجزة التي ظهر بها صدق نبوة صالح عليه السلام، فإذا غابت المعجزة كان بمقدورهم تكذيب صالح من جديد والقضاء على الرسالة التي بعثه الله عز وجل بها. تآمر هؤلاء الكفرة المجرمون على قتل الناقة ورفعوا شعار عقر الناقة، فقد كره الكافرون ناقة الله عز وجل التي هي بمثابة معجزة تدل على صدق دعوة صالح عليه السلام. وبدأ الكافرون يدبرون المؤامرات تلو المؤامرات ضد الناقة، وبدأ كبار القوم يعقدون جلساتهم. وليس من المستغرب أن دائما المؤامرات ضد الأنبياء تأتي من كبار القوم الذين يخافون على مصالحهم وتجاراتهم إذا تحول الناس من خشيتهم إلى خشية الله وحده، وكانوا يناقشون كيفية القضاء على دعوة صالح عليه السلام. فأشار عليهم أحدهم بقتل الناقة، وقرر هؤلاء المستكبرون تحدي نبي الله صالح وعقر الناقة سرا. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه بقرار ثمود، فجاءهم ووعظهم وحذرهم وبين لهم أن الناقة رحمة من الله لهم. حذرهم صالح عليه السلام من إيذاء الناقة أو التعرض لها بسوء، كما أن لها يوما تشرب فيه حسب شرطهم ولهم يوم. فأصبح قوم ثمود أمام خيارين، إما أن يؤمنوا فيغنموا وينعموا ويسلموا، أو يؤذوا الناقة فيهلكوا بالعذاب. قال الله تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فعاد صالح عليه السلام يقول لهم: الأولى يا قوم أن تستغفروا الله عز وجل لعله يرحمكم، ولا تسمعوا إلى وساوس الشيطان، لما تستعجلون السيئة قبل الحسنة؟ قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وراحوا ينظرون إلى بعضهم البعض باستغراب ودهشة، كيف عرف صالح بما يبيتون؟ هل فينا خائن؟ ما الذي يحدث؟ كان أمرا سرا بيننا. اندهش القوم من علم صالح عليه السلام أشد الاندهاش، ولكنهم أنكروا ذلك وجحدوا واستكبروا وراحوا ينظرون إلى صالح. قالوا: أولا يا صالح اعلم لا تأتي إلى مجلسنا في نادينا هذا مرة أخرى، ثانيا اعلم يا صالح أننا لن نؤمن بك أو معك، ثالثا يا صالح لا نريد رؤيتك ولا رؤية وجوه من آمنوا معك، فإنا نتشاءم منكم ومن وجوهكم هذه تثير غضبنا، ليس لك عمل معنا بعد اليوم يا صالح. قال الله تبارك وتعالى: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال هؤلاء الكفرة لنبيهم صالح عليه السلام مكذبين ومعارضين وساخطين ومتشائمين، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، زعموا قبحهم الله أنهم لم يروا على وجه صالح خيرا، وأنه هو ومن آمن معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع بعض مطالبهم الدنيوية. فقال لهم صالح عليه السلام: طائركم عند الله. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. أي إنما أصابكم يا قوم ما هو إلا بذنوبكم، بل أنتم قوم تفتنون، أي بالسراء والضراء وبالخير والشر يبتليكم ربكم لينظر هل تقلعون وتتوبون أم لا. فهذا دأبهم وعادتهم في تكذيب نبيهم صالح وما قابلوه به. قال كبراء القوم وزعماؤهم:
تالله يا صالح ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعوك خيرا، يا صالح تشاءمنا بك وبمن معك ممن دخل في دينك هذا، وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيب أحدا منهم سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد رحمه الله تشاءموا بهم، قالوا اطيرنا أي تشاءمنا حيث أصبنا بالشدائد. قال لهم صالح عليه السلام طائركم عند الله، أي إن شؤمكم هذا يا قوم هو من عملكم وبما كست أيديكم، وهذا مكتوب عليكم عند الله تعالى، بل أنتم قوم تفتنون، أي إن الشيطان يفتنكم بوسوسته لكم، ما أصابكم الله عز وجل من خير أو شر فهو مقدر عليكم وإنه لمجازيكم به، بل أنتم قوم تختبرون بالسراء والضراء وبالخير والشر. ثم قال لهم صالح عليه السلام لقد أبلغتكم رسالة ربي افعلوا ما تؤمرون، وأشاعوا بين الناس أن صالحا ومن معه مشؤومون. التآمر على الناقة. فلما اشتد تكذيبهم للنبي صالح عليه الصلاة والسلام تآمر الرهط لقتل الناقة. أصبح الأمر واضحا وضوح الشمس أمام الجميع، وأصبح قتل الناقة أمرا محتوما، إذ تعددت أسباب كره القوم لصالح وللناقة. آمن الكثيرون من الناس مع صالح عليه السلام، أصبح كبار الكهنة وتجار بيع الأصنام في وجوه الناس مخادعين كذابين، أصبحت السلطة مهددة، وزاد الذين دخلوا في دين صالح عليه السلام بسبب المعجزة التي طلبها القوم أي الناقة. أجمع كبار القوم على الرأي، لكن لم يكن هناك دافع لشخص بعينه لقتل الناقة، فما زال القوم خائفين ولا يستطيع أحد أن يجرؤ على تلك الحركة، فهم أيضا رأوا المعجزة بأم أعينهم، فمن ذا الذي يقدر على الاقتراب من الناقة المعجزة؟ فكان لابد من وجود دافع قوي من شخص ما حتى يقتل الناقة. قيل إن الدافع كان من امرأتين من ثمود، وتحذير صالح عليه السلام للقوم من قتل الناقة أو التفكير بالمساس بها قفزت المرأتين حتى تعطي الدافع للرجال لقتل الناقة. ذكر ابن جرير وغيره من علماء التفسير أن امرأتين من ثمود اسم إحداهما صدوف ابنة المحيى بن زهير بن المختار، وكانت ذات حسب ومال، وكانت تحت رجل ممن أسلم مع صالح ففارقها، فحملت الحقد لصالح عليه السلام ومن معه، فدعت صدوف رجلا يقال له الحباب، وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة فأبى عليها، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع أو مصرع، وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة فأجابها إلى ذلك. واسم الأخرى عنيزة بنت غنيم بن مجلز، وتكنى أم عثمان، وكانت عجوزا كافرة لها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء، فعرضت بناتها الأربعة على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة، وقالت له أعطيك أي بنات شئت حتى وإن أردت الأربعة فهم لك على أن تعقر الناقة، فأجابها أيضا إلى ذلك. وكان معروفا عن قدار هذا أنه يقود مجموعة من الشباب الفاسدين من قاطع الطرق وحب الخمر ومجالس النساء. تطوع أشقى القوم قدار بن سالف بن جذع لقتل الناقة، يقول الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقال عز من قائل كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، وجاء في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أشقى الأولين عاقر الناقة قدار، أي هذا، وكان رجلا قويا شقيا من عائلة ذات منعة تحميه. اتفق هذا الشقي أصحابه مع كبار قوم ثمود، ثم تشاوروا مع بقية الناس، ووافق الجميع على قتل الناقة، فاستفز غواه من ثمود، فاتبعهما أيضا التسعة من الرهط كبار القوم في الرأي، فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها، فطاوعتهم على ذلك، وهم الذين قال الله تعالى فيهم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وفي النهاية اتفقوا كلهم على قتل الناقة. قال قتادة رحمه الله
بلغني أن قدار زعيم المجرمين وقاتل الناقة لم يقدم على قتلها حتى أجازه كل رجل وكل امرأة وكل طفل، وأن قدار هذا طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن، فيقولون لها: أترضين؟ فتقول نعم، والصبي: أترضى؟ فيقول نعم، حتى رضوا أجمعون. وهذا يعني أن قوم صالح عليه السلام استحقوا العذاب، هم والرهط الذين تآمروا، وقدار الذي باشر القتل، قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أي أعد أسباب قتل الناقة، اتفقوا كلهم على قتلها. ويؤيد قول قتادة رحمه الله ما ذكره الله عز وجل في كتابه حيث نسب القتل لهم جميعا، فقال تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وقال عز من قائل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فأسند ذلك على مجموع القبيلة، فدل على رضا جميعهم بذلك والراضي كالفاعل، فنسب القتل للجميع. وبعد أن سعوا في القبيلة وحسنوا لهم عقرها وطاوعتهم نفوسهم إلى ذلك، فانتدب هذان الشابان لعقر الناقة، فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء، وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في أصل أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم، فانتظم به عضلة ساقها، ثم إن قدار جاء من خلفها فعقرها، أي قطع رجلها فسقطت، وصارت ساقطة إلى الأرض، فابتدرها قدار بن سالف، فشد عليها بالسيف، فكشف عن عرقوبها، فخرت ساقطة إلى الأرض، ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر ولدها، ثم طعن في لبتها فنحرها، فأقبل أصحابه حتى قتلوها تماما معه، وانطلق سقيها وهو فصيلها الصغير، بعد أن شاهد القوم يقتلون أمه، فصعد جبلا منيعا ورغى ثلاث مرات، أي دعا ثلاثا وقال: يا رب أين أمي؟ فانشقت له الصخرة، قيل ودخل فيها فغاب، ويقال بل اتبعوه فعقروه أيضا مع أمه، والله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة، بلغ الخبر صالحا عليه الصلاة والسلام، فجاء مسرعا عليه السلام، فجاءهم وهم مجتمعون يتقاسمون لحمها، فلما رأى الناقة وسمع ما حدث أن قدار ابتدرها بأسيافهم يقطعونها، ولما عاين وليدها سقبها، وأنه شرد عنها فعلا أعلى الجبل هناك، ورغى هذا الوليد إلى الجبال خوفا منهم، فلما سمع صالح عليه السلام كل هذا وكأنه بكى، وقال لهم: لماذا؟ لماذا قتلتم الناقة؟ ألم أنهكم عن هذه الفعلة الشنعاء حتى لا يصيبكم عذاب من الله عز وجل؟ ولكنهم استهزأوا بكلام صالح عليه السلام، وقالوا له: نحن من البداية لم نصدقك يا صالح، فلتأتي بما تعدنا يا صالح إن كنت من الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. جمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من وجوه، منها أنهم خالفوا الله عز وجل ورسوله صالحا عليه السلام في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي جعلها الله عز وجل لهم آية ومعجزة واضحة بينة، ومن الوجوه أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين: أحدهما الشرط عليهم في قوله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، وفي آية عظيم، وفي الأخرى أليم، وكل هذا العذاب حق، والثاني استعجالهم على ذلك العذاب.
وأنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه، وهم يعلمون ذلك علما جازما، ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد والكبر على استبعاد الحق ووقوع العذاب بهم. فقال لهم صالح عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ويقال إنه قد قتلوا الناقة يوم الأربعاء، فلما توعدهم صالح عليه السلام خافوا وقالوا: إن صالحا يتوعدنا بالعذاب بعد 3 أيام وإنه لصادق كما فعل مع الناقة. فقال بعضهم لبعض: نقتله لربما لا يصيبنا هذا الوعد. فقال آخر: كيف سنقاتل عشيرة صالح إذا عرفت بذلك؟ قالوا: هذا سر بيننا، ولنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ولا نعرف عنه ولا عن أهله شيئا، وإنا لصادقون، وإذا اكتشفوا السر فنحن 9 نتشارك في هذه الجريمة، هل يقدرون علينا جميعنا؟ بالطبع لا، وبعدها يتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع عشيرته الثأر منا جميعا ويرضون عندها بالدية. كان هؤلاء القوم يريدون إهدار دم صالح عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى إصرارهم على إنكار ما فعلوا لما عزم الرهط بقيادة قدار على قتل صالح عليه الصلاة والسلام، وقالوا: إن كان صالح صادقا عاجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. وأخذوا يضحكون ها 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 ها. وقد بيّن الله عز وجل لنا مكر القوم في كتابه الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وكانت الخطة التي بيتوها كالتالي: الهجوم على بيت النبي صالح للتخلص منه ومن أهله جميعا، وذلك في مؤامرة سرية لا يعلم بها إلا هؤلاء الرهط فقط، لأنهم أقسموا فيما بينهم أن يبقوا هذا الأمر سرا، وقد بيتوا الشر، وحددوا له ساعة متأخرة من الليل يتسورون فيها منزل صالح عليه الصلاة والسلام، ثم يعملون في صالح وأهله السيف، فلا يبقون على أحد منهم، كي لا يكون شاهدا على فعلتهم النكراء الشنعاء، فيضيع بذلك غريمه، ويتفرق بين هؤلاء دمه، وإذا شك أحد من عشيرة صالح بهم لأنهم هم المعاندون له والرافضون لدعوته، حينها يقولون مع القسم والأيمان الغلاظ الكاذبة: ما شهدنا مهلك أهله. وقال الله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فبيتوا هذا الغدر وهذه الخيانة، والله عليهم رقيب، يعلم مكرهم وهو بهم عليم محيط. فبيت الله عز وجل لهم مكرا أشد من مكرهم، وهو الإيذان بتدميرهم وحماية نبيه صالح عليه السلام من شرهم. فلما عزموا على ذلك وتواطأوا عليه، انطلق النفر 9 المفسدون في الأرض لقتل صالح عليه السلام، وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله صالح. كمن له جماعة منهم، فيهم قدار بن سالف ومصدع قريبا من بيت صالح، واستعدوا جميعا لضرب صالح عليه السلام، يريدون أن يذبحوا نبيهم وهو في البيت يدعو ويصلي، ولكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد، فزلزل بهم المكان الذي كمنوا فيه، فانهارت عليه الصخور، وأرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أرسل عليهم حجارة فرضتهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم، فقتلتهم جميعا، وشاهدهم الناس وعلموا بقصتهم. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن ذلك: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمرهم الله عز وجل ولم يبق من التسعة أحدا، وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه الصلاة والسلام. فلما أمسوا نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأجل؟ بعد هذا أمضى الثموديون ليلتهم في خوف وقلق، خصوصا وأنهم رأوا ما حل بأصحابهم، وكيف نجى الله عز وجل برحمته وفضله نبيه صالحا عليه السلام من كيدهم، فزاد خوفهم وقلقهم وهلعهم. ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل والنظرة، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة، فأيقنوا أن تهديد صالح عليه السلام لهم سيتحقق ولا شك، وأن العذاب واقع بهم لا محالة، فاحتفروا الحفر في دورهم ليموتوا فيها. فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى يومان من الأجل؟ ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع، وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة، فراحوا يولولون ويصيحون. فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى الأجل؟ فلما كان صبيحة يوم الأحد، تحنطوا وتأهبوا، وقعدوا ينظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال والنقمة، لا يدرون كيف يفعل بهم، ولا من أي جهة يأتيهم العذاب. فلما أشرقت الشمس، جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم، ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح، وزهقت النفوس في ساعة واحدة، وسكنت الحركات، وخشعت الأصوات، وحقت الحقائق، فأصبحوا في دارهم جاثمين، جثثا لا أرواح فيها، ولا حراك بها. قالوا: ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة، واسمها كلبة بنت السلق، ويقال لها الزريعة، وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه الصلاة والسلام. فلما رأت العذاب أطلقت رجلاها، فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من العرب فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، واستسقتهم ماء فلما شربت ماتت. قال الله تعالى: كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لم يقيموا فيها في سعة ورزق وغناء. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، أي نادى عليهم لسان القدر بهذا. فلقد أوعدهم ربهم عز وجل أن يتمتعوا في دارهم ثلاثة أيام، ولكن لم يعني بالتمتع الإقامة الطيبة، كلا، فهم لا يستحقونها، وإنما هذا من باب التبكيت والسخرية والوعيد، كمن يقول لهم: ودعوا داركم فلن تبقوا فيها، وهم يستحقون صب العذاب عليهم صبا من ساعتهم، لكن في هذا الإمهال مزيد عذاب ومزيد خوف وحسرة وقلق وهلع. لقد قهرهم العذاب في الأيام الثلاثة، فذاقوا خلالها الويل، ولو كان مباغتا لربما كان أسهل عليهم وأيسر. قال الله سبحانه وتعالى: فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. والمحتضر الزرع الذي تسور به الحظيرة، يجف مع الأيام ثم يضحي هشيما. وكان غضب الله عز وجل على ثمود عظيما، فقوم نوح دمروا بالطوفان العظيم، وقوم هود عليه السلام أهلكوا بالريح، أما قوم صالح عليه السلام فلم يكن عذابا واحدا، وإنما كان أصنافا من العذاب. لماذا؟ لأنهم طلبوا آية، فجاءتهم الآية على شروطهم وأوصافهم، ولكنهم أبوا إلا الكفر، فلما كفروا وعقروا الناقة وتحدوا الله عز وجل واستكبروا واستعلوا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ذكرت الرجفة، وفي سورة القمر ذكرت الصيحة، ولا تناقض بينهما، فالثانية تنتج الأولى،
فالانفجار يولد هزة قوية، أما بالنسبة لصالح عليه السلام ومن آمن معه من المؤمنين فقد هاجروا إلى مكان بعيد قبل 3 أيام، ولم ينج سوى المؤمنين من أتباع صالح عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. لقد نجا صالح عليه السلام والمؤمنون بإيمانهم من عذاب الله في الدنيا وهو العذاب المرعب، ومن خزي الموقف في الآخرة. خرج نبي الله صالح عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى مدينة أخرى، وبعد 3 أيام سمع أهالي المدن المجاورة صرخة عظيمة كانت سبب موت كل الكافرين في مدينة الحجر. وأخبر الله عز وجل عبر صالح عليه السلام بعد هلاك ثمود أنه خاطب قومه بعد هلاكهم بأسى بالغ لما آلوا إليه، وأنهم فضلوا طريق الشيطان على هدى الرحمن، فقال لهم كما جاء في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقد أخذ صالح عليه السلام في الذهاب عن محلتهم إلى غيرها قائلا لهم: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وجاهدت في هدايتكم بكل ما أمكنني، وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي وتذكيري، ولكنكم لا تحبون الناصحين، لم تكن سجاياكم تقبل الحق ولا تريده، فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستمر بكم المتصل عليكم إلى الأبد، وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان، والذي وجب علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم، ولكن الله يفعل ما يريد. وهذه كانت عاقبة الكفر والعناد والكبر والضلال، وعاقبة الاستكبار وقتل ناقة الله تبارك وتعالى التي جاءتهم آية معجزة باهرة مؤيدة لدعوة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. فجبال الحجر إلى اليوم موجودة في مدائن صالح، بيوتهم وقصورهم ما تزال تشهد عليهم في تلك المنطقة الملعونة التي لا بد إذا مررت بها أن تبكي خشية ومخافة من الله جل وعلا، أسوة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن لننتقل إلى قوم المؤتفكة وسدوم قوم نبي الله لوط عليه السلام. نحن الآن في زمان غير هذا الزمان، ومكان بعيد عن هذا المكان، وبالتحديد في عصر نبي الله إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام، لنعرف ما هي قصة المؤتفكة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، ولماذا أرسل الله تعالى إليها 3 من أعظم الملائكة لهلاكها. هيا بنا لنبدأ ولنعرف قصة المؤتفكة. أولاً، كيف بدأت قصة المؤتفكة؟ بدأت قصة المؤتفكة قبل زمن بعيد، وتحديداً عندما بعث الله عز وجل سيدنا لوطاً عليه السلام وأصبح نبياً، فكانت رسالته ونبوته عليه السلام أن يذهب إلى قرى سدوم وما حولها من قرى في غور الأردن. فعندما ذهب سيدنا لوط عليه السلام ليدعو أهل تلك القرى، ذهب أولا إلى ملك تلك القرى وأخبره أنه يريد أن يدعو أهلها إلى الإسلام، فهو رسول من الله تعالى إليهم خاصة. فأخبره الملك أن له الحرية في الدعوة قائلا له: يا لوط، لك حرية الدعوة وللناس حرية الاختيار. يا لوط، لا تكره الناس على شيء ولا تحدث فتنة في الأرض ولا ثورة ولا انقلابا، وإن شعرت منك بخطر يا لوط سيكون لك العقاب. قال له لوط: إن هدفي الدعوة إلى الله فقط، ولا أفكر إلا في هداية القوم إلى الطريق الصحيح والإصلاح في الأرض ما استطعت، وأنا على ذلك أعدك والله شاهد على ما نقول. فسمح له الملك ببدء دعوته في أرض سدوم.
إذن من هم أهل سدوم؟ كان هؤلاء القوم يأتون الرجال شهوة من دون النساء. كانت مهمة نبي الله لوط عليه السلام مهمة صعبة، فلم يكن على دراية بعد بحال أهل سدوم وما فيهم من فجر، فلما جاء إلى هذه المدينة تزوج منهم ليزداد قربا إليهم حتى يكون واحدا منهم. تزوج لوط عليه السلام امرأة من أهل سدوم كان اسمها والها، وصار كأنه منهم، لأن اللفظ القرآني عبر عن هذه الصلة، قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه، فهم قومه، إذ قال لهم أخوهم لوط، فهو بحكم صلته بهم كأنه أخو القوم أي منهم، وهذه الصلة عن طريق معيشته فيهم وزواجه منهم، فرزق من هذه المرأة بابنتين، الكبرى رثيا والصغرى زغتا. ولكن من خلال معاشرته هؤلاء القوم عرف أخلاقهم وطبائعهم التي كان يجهلها، فعلم أنه مع قوم من أخس الناس، وهو لم يعرف في حياته أناسا على هذه، وتعجب من شدة سوء أهلها، فقد كانوا أفجر الناس وأكفرهم. ذهب لوط عليه السلام إلى أهل سدوم عند ناديهم وأخبرهم، وقال لهم لوط عليه السلام: إنه نبي مرسل. راح لوط عليه السلام يحبب إليهم اتباع الفطرة السوية وإشباع الشهوة بالطريق الصحيح عن طريق النساء، فهي شهوة طاهرة، أما إتيان الذكور فهو شذوذ نجس يجلب المرض والعقوبة. فراح القوم يسخرون من لوط عليه السلام ومن دعوته، وقالوا: إنهم أناس يتطهرون. وقد بين الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لم ييأس لوط عليه السلام رغم سخرية القوم الغريبة والتي جعلوا فيها غاية المدح ذما لأنهم أناس يتطهرون، واستمر جاهدا لإثناء القوم عن فحشهم. أقام لوط عليه السلام معهم وأصبح يعمل خارج القرية في أرض هناك حتى ينفق على نفسه وأهل بيته. وراح لوط عليه السلام يحذر المارة والمسافرين أن يدخلوا هذه القرية حفاظا عليهم، وإذا دخلها غريب حاول إثناءه وتحذيره من مسلك رجال القرية. ويعود لوط عليه السلام إلى القرية في آخر النهار ليدعو القوم إلى عبادة الله والرجوع عن تلك الأفعال. واستمر سيدنا لوط عليه السلام في دعوة قومه شهورا وسنين. لما رأى القوم عزيمة وإصرار لوط عليه السلام على دعوتهم فسألوه قالوا: يا لوط، ماذا تستفيد من هذه الدعوة؟ وما الأجر الذي تحصل عليه من دعوتك هذه؟ فقال لوط عليه السلام: أنا نبي الله عز وجل، جئت ناصحا أمينا لكم وخوفا عليكم من أن ينزل عليكم عقاب الله عز وجل، وما أبتغي من وراء ذلك أجرا من أحد، إن أجري إلا على الله، فاتقوا الله وأطيعون. لكن القوم كذبوه وعاندوه وطلبوا منه أن يتوقف عن أقواله وأفعاله التي تغير نظام القرية، تلك القرية التي اعتادوا فيها على الفاحشة والقذر، التي اعتادوا عليها ويحبونها ولا يتدخلوا في شأنها. وبلغ فجر القوم أن هددوا لوطا عليه السلام بأنه إن لم ينتهي عن كلامه ودعوته هذه سيطردونه من القرية، هو ومن يقف معه في هذا التغيير، كما فعلوا مع من قبله ممن حاول أن يقوم بتغيير هذه القرية. وقد بين الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين وقالوا له يا لوط إن جاءك ضيوف من الرجال سلمهم لنا حتى نمارس معهم الشذوذ يا لوط تركنا لك النساء يا لوط استضفهم أنت ودع لنا الرجال واستضعف القوم لوطا عليه السلام حيث لم يكن له أقارب في هذه القرية يساندونه أو يمنعونه من إيذاء القوم الذين تمادوا في فحشهم وتجرؤوا في شذوذهم وقالوا له ساخرين ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فوجئ سيدنا لوط عليه السلام أنه بعد كل تلك الأيام والشهور والسنين لم يؤمن به غير أهل بيته حتى أهل بيته لم يؤمنوا به جميعا فكانت زوجته كافرة وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقال عنها هي وامرأة نوح عليهما السلام ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وصفها الله عز وجل بالخيانة لما قامت به من أدوار خبيثة مع لوط عليه السلام لذلك عندما نجى الله عز وجل لوط عليه السلام لم يسأل ربه عنها كما فعل نوح عليه السلام بالنسبة لولده والخيانة المقصودة بالتأكيد ليست فاحشة الزنا وإنما الخيانة في عدم الالتزام بدين الله عز وجل بأن الله تبارك وتعالى ينزه نبيه أن يعاشر زانية شعر لوط عليه السلام بالكرب الشديد لأن قومه لم يستجيبوا لدعوته وزادوا العداوة معه وكانت زوجة لوط تميل إلى هوى القوم وتدعو لوطا أن يتركهم وشأنهم فيئس لوط منهم فلم يكن بوسع لوط عليه السلام أمام رفض قوم لوط الاستجابة لدعوة التوحيد والأخلاق الحميدة وتهديد نبي الله عز وجل إلا أن ينتصر بربه ويطلب منه العون على قومه الضالين رفع لوط عليه السلام يديه إلى الله عز وجل شاكيا كذب القوم وتكذيبهم له ودعا الله عز وجل أن ينصره على القوم المفسدين المجرمين وأن ينجيه وأهله من أفعال هؤلاء المجرمين وقد بين الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم فقال تعالى رب نجني وأهلي مما يعملون فسأله أن يهلكهم بعذاب شديد يكون عبرة لكل متعظ ومعتبر وجزاء وفاقا نتيجة الأعمال المشينة التي قام بها أولئك الضالون الفاجرون قال الله تعالى حكاية عن نبيه لوط عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني على القوم المفسدين فاستجاب الله عز وجل له وأرسل رسله الكرام جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام ليقلبوا قرى سدوم عاليها سافلها وينزل العذاب بأهلها وكانت قرى قوم لوط أربع مدائن أو سبع في إحدى الروايات وهم سدوم وأمورا وعامورا وصبوير
وكان في كل قرية 100,000 مقاتل، وكانت أعظم مدائنهم سدوم، وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة يوم وليلة. أقبل الملائكة الكرام إلى سدوم وكانوا في صورة شبان حسان، كانوا في صورة أحسن الناس وجوها وأقوامهم قدة، اختبارا من الله عز وجل لهم ولإقامة الحجة عليهم. بلغوا أسوار القرية وعند مداخل تلك القرى، وكانت ابنة نبي الله لوط عليه السلام قد جاءت لتجلب الماء لأهلها، فسألها واحد من الملائكة الكرام وهو في صورة بشر: أيتها المرأة، هل من منزل؟ فنحن غرباء عن هذه البلدة ونريد منزلا نبيت فيه هذه الليلة. رفعت وجهها فشاهدتهم وصعقت من جمال هؤلاء الرجال، فقالت وهي تذكر قومها وأفعالهم: نعم، سأذهب إلى أبي لأخبره عنكم، مكانكم لا تدخلوا حتى أخبر أبي وآتي إليكم. أسرعت ابنة لوط عليه السلام نحو أبيها فأخبرته بحالهم، وكان عليه السلام يعمل في أرضه، وقالت له: يا أبتاه، أرادك فتيان على باب المدينة، ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم، فلو تركتهم حتى يدخلوا المدينة لفضحهم قومك، ولعذبوهم ولأخذوا أموالهم كما هي عادتهم مع الغرباء. سمع لوط عليه السلام هذا أيضا وصعق ماذا يفعل، وقد كان قومه قد نهوه أن يضيف رجاله. قال في نفسه: سأفعل كما أفعل كل مرة، لهذا أعمل خارج القرية حتى أمنع الغرباء من الدخول إليها. فهرع لوط عليه السلام يجري نحو الغرباء، فلم يكد يراهم حتى سيء بهم وضاق بهم ذرع، وقال: هذا يوم عصيب، أي هذا يوم شديد البلاء. اغتم عليه السلام من دخولهم عليه وقت الظهيرة، لأنه خاف عليهم من أولئك الأشرار المجرمين، ولا سيما أنهم كانوا من حيث الصورة في منتهى الجمال والحسن. سألهم: من أين جاءوا وما هي وجهتهم؟ فصمتوا عن إجابته، وسألوه أن يضيفهم. وهنا استحيا منهم لوط عليه السلام وهو المضياف، وسار أمامهم قليلا ثم توقف والتفت إليهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون، فقال لهم: والله يا هؤلاء، ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. قال كلمته ليصرفهم عن المبيت في القرية الظالمة، غير أنهم غضوا النظر عن قوله ولم يعلقوا عليه، وعاد يسير معهم ويلوي عنق الحديث ويقصره قصرا ويمضي بهم إلى أهل القرية، حدثهم أنهم خبثاء، أنهم يخزون ضيوفهم، حدثهم أنهم يفسدون في الأرض. وكان الصراع يجري داخله محاولا التوفيق بين أمرين، بين صرف ضيوفه عن المبيت في القرية دون إحراجهم وبغير إخلال بكرم الضيافة. عبثا حاول إفهامهم والتلميح لهم أن يستمروا في رحلتهم دون نزول بهذه القرية الخبيثة، كانوا ضيوفا في منتهى الغرابة، صاروا صامتين فقط يسمعون ما يقوله لوط عليه السلام. وصحب سيدنا لوط عليه السلام ضيوفه إلى بيته مكرها، فلما وصلوا إلى البيت ظن لوط عليه السلام أنهم في أمان، لأنه لا أحد قد رآهم، لم تكد زوجته تشهد الضيوف حتى تسللت خارجة. أسرعت المرأة إلى قومها وأخبرتهم الخبر: إن لوطا قد استضاف 3 رجال ما رأيت أفضل وجوها ولا أحسن قدا منهم. فحين سمع قومها بذلك فرحوا فرحا شديدا وأصبحوا كالسكارى، لا عقول لهم ولا يعون ما يفعلون. وانتشر الخبر مثل النار في الهشيم، وجاء قوم لوط عليه السلام له مسرعين، جاءوا إلى لوط عليه السلام، فلما رآهم علم أن قومه قد علموا أن ضيوفا عنده. تساءل لوط عليه السلام بينه وبين نفسه: من الذي أخبرهم؟ وقد بين الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
واتقوا الله ولا تخزون. وشعر لوط عليه السلام بفزع وشفقة على ضيوفه وقال: هذا يوم عصيب، ها قد تحققت نبوءة لوط، بدأ اليوم العصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، وقف القوم على باب البيت، فخرج إليهم لوط عليه السلام متعلقا بأمل أخير. نادى لوط قومه: يا قوم، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال لهم: أمامكم النساء زوجاتكم وبنات آدم عليه السلام من أهل القرية، هن أطهر لكم، فهن يلبين الفطرة السوية التي خلقها الله عز وجل فيكم، كما أن الخالق جل في علاه قد هيأهن لهذا الأمر، فاتقوا الله. يتلمس نفوسهم من جانب التقوى بعد أن لمسها من جانب الفطرة. اتقوا الله وتذكروا أن الله عز وجل يسمع ويرى ويعلم حالكم، ويغضب ويعاقب وأجدر بالعقلاء اتقاء غضبه. ولا تخزوني في ضيفي، فهي محاولة يائسة للمس نخوتهم وتقاليدهم، وينبغي عليهم إكرام الضيف لا فضحه أمام أعين الناس. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس فيكم رجل عاقل؟ إنما تريدونه لو تحقق هو عين الجنون، وقد بين الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. انتظر قومه حتى انتهى من موعظته القصيرة، وظلوا يضحكون ولم تؤثر فيهم كلمة واحدة مما قاله لهم سيدنا لوط عليه السلام. قال القوم الفجار الفاسقون الغلاظ لنبي الله لوط عليه السلام: يا لوط، ألم ننهك أن تضيف الرجال؟ أما بناتك فإنك تعلم أننا لا نرغب فيهن، وإنما نريد هؤلاء الرجال الذين هم عندك، فقد أخبرتنا زوجتك أنهم هنا. يا لوط، لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يا لوط، اجعل البنات لك، هيا فافتح الباب وإلا سنكسره. دخل لوط عليه السلام غاضبا وأغلق باب بيته، ووقف يستمع إلى الضحكات والضربات التي تنهال على الباب، ويرتعد وراء الباب خجلا وحزنا وأسفا. التصق لوط عليه السلام بالباب من الداخل ليمنع القوم أن يفتحوا الباب، ولكن كان هناك شيء آخر يشغل بال لوط عليه السلام بجانب قومه المجانين. هؤلاء الغرباء الذين استضافهم يجلسون هادئين صامتين، فدهش لوط عليه السلام من هدوئهم ويقول: هؤلاء الرجال لماذا هم هادئون هكذا؟ ما الذي يحدث؟ لو كان أي أحد مكانهم لكانوا فزعين مرتعشين الآن من شدة هذا المقام القبيح، لكن هؤلاء الرجال يراقبون يتأملون ولا يتحركون، كأنهم أصنام لا ينطقون ولا يتحركون ولا يتحدثون. لكن أنتم أيها الغرباء تجلسون في هدوء تم. ودهش سيدنا لوط عليه السلام من هدوئهم هذا أشد اندهاش. قطع اندهاش سيدنا لوط عليه السلام القوم الذين يدفعون باب منزله للهجوم عليه، وبدأت أخشاب الباب تتقوس من شدة ضغطهم عليه، وقال القوم:
يا لوط أخرج لنا ضيوفك الشباب، يا لوط ألم نحذرك من قبل ألا تستضيف رجالا في بيتك؟ ألم ننهك عن ذلك أمام العالمين؟ هيا يا لوط افتح الباب، هيا. ضاق لوط عليه السلام بهم ذرعا وشعر بضعف قوته، فهو الغريب بين القوم الفاسقين، نازح إليهم من بعيد بغير عشيرة تحميه ولا أولاد ذكور يدافعون عنه. وفي اللحظة التي كاد أن يتكسر فيها الباب صرخ لوط عليه السلام في لحظة يأس خانق وحانق، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وقد بين الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لو أن لي أنصارا ينصروني عليكم أو كان قومي معي. إن لوطا توعدهم بقوله: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لكنت نكلت بكم أيها الفاسدون وفعلت بكم الأفاعيل من العذاب والنقمة وإحلال البأس بكم بنفسي وعشيرتي الآن، ولكن ليس لي ذلك، وإني أفوض أمري إلى الله وحده، فهو ينصرني عليكم، عليه توكلت وإليه أنيب. غاب عن لوط عليه السلام في شدته وكربته أنه يأوي إلى ركن شديد، إلى ركن الله عز وجل القوي العزيز الذي لا يتخلى عن أنبيائه وأوليائه. قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: رحمة الله على لوط، كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله عز وجل بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. وأخيرا سمعت الملائكة ما يكفي من نبي الله لوط عليه السلام، ورأوا ما يكفي في قومه، فقد كانوا أمروا ألا يهلكوا سدوم حتى يشهد عليهم نبيهم، والآن سمعوا شهادة سيدنا لوط عليه السلام على قومه. وعندما بلغ الضيق ذروته تحرك ضيوفه ونهضوا فجأة وأفهموه أنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، وقالوا: يا لوط لا تجزع ولا تخف، نحن ملائكة يا لوط، نحن رسل الله أرسلنا إلى قومك لنهلكهم وننصرك عليهم، يا لوط إن ركنك لشديد. وقد بين الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فهم لوط عليه السلام الآن ما يحدث، إذن أنتم لستم بشرا، فهم الصمت والإصرار على دخول القرية، فهم هذا الجمال وهذا الحسن وهذا الهدوء لم يكن من فراغ. يا قوم هؤلاء مصدر هلاككم أيها الفاسقون. وقالت الملائكة للوط عليه السلام: افتح الباب يا لوط ولا تخف، لا تخف، فإنهم لا يصلون إليك ولن يصلوا إليك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. استأذن جبريل عليه السلام ربه عز وجل في عقابهم فأذن له. خرج جبريل عليه السلام إليهم وهم فرحون، يظنون أن أحد الرجال الوسيمين خرج إليهم استجابة لهم، وما يعلمون من الذي ينتظرهم. نظر إليهم جبريل عليه السلام فإذا به بطرف جناحه يمر عليهم مرة واحدة، وإذا بالقوم جميعا ذهبت أبصارهم، عميت أبصارهم كلهم، لم يبقى لأحد منهم عين تطرف. وقد بين الله عز وجل هذا في كتابه الكريم، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر
ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. قال بعض المفسرين إن الذين تجمعوا حول البيت كلهم ذهبت أبصارهم حتى العيون، وقد ذهبت العيون من مكانها، لم يبقى لهم أثر لعين أصلا. مع كل هذا لم يتعظوا، رجعوا يتحسسون الحوائط إلى بيوتهم، يتوعدون ويهددون نبيهم، يقولون إذا كان الغد كان لنا وله شأن. عند ذلك قال نبي الله لوط عليه السلام للملائكة متى موعد هلاكهم؟ قالوا إن موعدهم الصبح. فقال لوط عليه السلام دمروها الآن الآن. فقد كرههم لوط عليه السلام وكره أفعالهم ومنكراتهم. هيا لا تذروا منهم على هذه الأرض من هؤلاء الكافرين ديارا ولا أحدا، إنكم إن تذروهم أو تتركوهم يضلوا العباد والبلاد ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هيا يا رسل الله أهلكوهم الساعة الساعة. استعجلهم لوط عليه السلام فقالوا له يا لوط إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. التفتت الملائكة عليهم السلام إلى لوط عليه السلام وأصدروا إليه أمرهم أن يصحب أهله أثناء الليل ويخرج، فستسمع يا لوط أصواتا مروعة تزلزل الجبال، فلا يلتفت منكم أحد حتى لا يصيبكم ما يصيب القوم، ولكن أي عذاب هذا؟ إنه عذاب من نوع غريب يكفي لوقوعه بالمرء مجرد النظر إليه. أفهموه أن امرأته كانت من الغابرين، أن امرأته كافرة مثلهم، وستلتفت خلفها فيصيبها ما أصابهم. ولما حان وقت السحر من الليل خرج لوط عليه السلام وبناته من القرية التي كانت تفعل الخبائث والرذائل، ساروا في الليل وغذوا السير، واقترب الصبح، وقد بيّن الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. كان لوط عليه السلام قد ابتعد مع أهله عن هذه القرية الظالمة، ثم جاء أمر الله سبحانه وتعالى، وقد بيّن الله عز وجل لنا هذا في كتابه الكريم، فقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. قال العلماء اقتلع جبريل عليه السلام بطرف جناحه مدنه السبع من قرارها البعيد، رفعها عليه السلام جميعا إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم، قلب المدن السبع وهوى بها في الأرض أثناء السقوط. كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم،
حجارة صلبة قوية يتبع بعضها بعضا، كانت معلمة بأسمائهم ومقدرة عليهم. قال تعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. استمر الجحيم يمطرهم، وكان لوط عليه السلام يسمع أصواتا مروعة، وكان يحاذر أن يلتفت خلفه. نظرت زوجته نحو مصدر الصوت فانتهت وهلكت، تهرأ جسدها وتفتت مثل عمود ساقط من الملح، وانتهى قوم لوط تماما. لم يعد هناك أحد منهم، نكست المدن على رؤوسها وغارت في الأرض حتى انفجر الماء من الأرض. هلك قوم لوط ومحيت مدنهم، وانتهى قوم لوط تماما. فلم ينج منهم أحد، حتى من كان في سفر أو بعيدا عن المدينة لم يتركه الله عز وجل، بل بعث له بحظه من الحجارة والعذاب. وتوجه لوط عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام، وقص عليه نبأ قومه وما فعله الله عز وجل بهم. وأدهشه أن إبراهيم عليه السلام كان يعلم، ومضى لوط في دعوته إلى الله عز وجل مثل ما مضى الحليم الأواه المنيب إبراهيم عليه السلام. مضى الاثنان ينشران التوحيد والعبادة لرب الأرض والسماء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديوهات السابقة